أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ويسعدني أن أرحب بضيفي وضيفكم في الفقرة الثانية من هذه الحلقة، الأستاذ دكتور أشرف سامي نائب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. برحب بحضرتك دكتور أشرف. أنا سعيد أن حضرتك بتشرفني لأول مرة في البرنامج. الله يخليك يا فندم، ده سروري. من المعروف أن الحجر الزراعي هو البوابة الرئيسية التي تحمي مصر من الآفات الحجرية التي ممكن أن تدخلها. نعم. وهو أيضا المسؤول عن سمعة مصر التصديرية. نعم. من جميع الحاصلات. تمام. يعني يا ريت حضرتك تقول لي ما هو الجديد في الحجر الزراعي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحياتي لحضرتك وتحياتي للأستاذ الدكتور سعد موسى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. طبعا يعني الحجر بوابة رئيسية للمنتجات الزراعية سواء كانت الصادرة أو الواردة. فطبعا الحجر الزراعي من دوره ومسؤولياته انه بيراقب على المنتجات ديت ومدى ملائمتها للاشتراطات والمواصفات سواء كانت الدولية في المحاصيل او المنتجات الزراعية بغرض التصدير او الوارد، وملائمتها ومطابقتها للاشتراطات الحجرية المعمول بها هنا في مصر. فطبعا احنا دورنا الاساسي ان احنا بنحافظ على سمعة المنتج المصري في الاسواق الخارجية. لان كل دولة بيبقى ليها اشتراطات ومعايير للمنتج اللي هي بتستورده، وبالتالي احنا كحجر زراعي بنركز على ان المنتج بتاعنا لما يطلع من عندنا بيكون مطابق ومتوافق مع المعايير والاشتراطات الخاصة بالدول التي تستقبل المنتج بتاعها. وبالتالي احنا بالطريقة دي بنحافظ على سمعة المنتج بتاعنا في الأسواق الدولية، وبالتالي الطلب على المنتج بتاعنا ومدى جودته ومدى ملائمته للسوق الخارجي ده طبعا بيساهم في فتح أسواق جديدة، وبالتالي بنساهم في زيادة الموارد بتاعتنا من تصدير الحاصلات الزراعية بتاعتنا، وبالتالي بنزود من الدخل القومي. دور الحجر مش مقصور فقط على ان هو يراقب على المنتجات سواء الصادره او الوارده، ولكن الحجر الزراعي بالتعاون مع ممثلين المكاتب التجاريه في السفارات المصريه بالخارج بنحاول نساعد في فتح اسواق جديده للمنتجات الزراعيه بتاعتنا في الاسواق الخارجيه. على سبيل المثال، طيب نتوقف بعد إذن حضرتك عن النقطة دي لأن هي مهمة جدا ومحتاجة كلام كتير. لكن أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل. أرحب بحضراتكم أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، وأرحب مجددا بضيفي وضيفكم في هذه الفقرة، الأستاذ دكتور أشرف سامي نائب رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي. برحب بحضرتك مرة أخرى دكتور أشرف. الحقيقة توقفنا قبل الفاصل عن الممثل التجاري ودوره في تنشيط الصادرات المصرية. تمام، تفضل. في الحقيقة طبعا مكاتب التمثيل التجارية بتاعتنا في السفارات في سفاراتنا في الخارج بيبقى عليهم دور كبير قوي في الجانب ده. وأنا من مكاني ده يعني من واقع التعامل مع مكاتب التمثيل التجارية يعني بقول إنه لابد أن يكون لمكاتب التمثيل التجاري دور كبير قوي في تنشيط الحاصلات، تصدير الحاصلات الزراعية من خلال فتح أسواق جديدة في البلاد الموجودين فيها. والدعاية لمنتجاتنا، إحنا دولة زراعية بالمقام الأول. وعندنا منتجات زراعية على درجة عالية من الجودة. وبالتالي دورهم ان هم يبرزوا المنتجات بتاعتنا ديت في الأسواق الخارجية، وبيجي هنا دورنا احنا كحجر زراعي ان احنا نبتدي نتفاوض مع الجهات المختصة في هذه الدول من اجل مطابقة المنتجات بتاعتنا للاشتراطات بتاعتهم كحجرية، الاشتراطات الحجرية والاشتراطات الزراعية. فعلى سبيل المثال حضرتك دلوقتي السوق الياباني يعتبر من الأسواق الواعدة في مجال تصدير أو استقبال الموالح المصرية. فالجانب الياباني علشان يفتح السوق بتاعه للمنتجات بتاعتنا طالب اشتراطات معينة لابد أن هي تتوفر في المنتج بتاعنا. طبعا كان دور الحجر الزراعي، وده يعني يعتبر من المهام الأساسية لنا من ساعة ما تولينا مهام الحجر الزراعي مع الأستاذ الدكتور سعد موسى، ان احنا
يبقى لينا استراتيجية خاصة في فتح أسواق جديدة لينا على مختلف الأصعدة في مختلف الدول. فكان طبعا من ضمن الأجندة بتاعتنا كان فيها الجانب الياباني، وده من خلال الدراسات السوق ان الجانب الياباني او السوق الياباني يعتبر سوق واعد للمنتجات بتاعتنا في اللي هي الموالح. الجانب الياباني طالب اشتراطات، احنا هنا كحجر زراعي بالتعاون مع المجلس التصدير للحصلات الزراعيه المصدرين، لان ده طبعا من مصلحتهم يعني ومصلحه البلد ان هم يفتحوا اسواق خارجيه جديده ليهم. ففي طالبين تجربه تتعمل على المعاملات بالتبريد للموالح من اجل القضاء على ذباب الفاكهه. ذباب الفاكهه تمام. فطبعا التجربة ديت الجانب الياباني لنتائج التجربة، نبتدي بعدها نفتح معاهم السوق بتاعهم للحاصلات للموالح. في برضو بنفتح برضو مع الجانب الفيتنامي، برضو سوق العنب بتاعنا مفتوح مع الجانب. ما برضو بعد اذنك بس خلينا في الموالح، ما احنا برضو نعم. عندنا المشروع القومي لمكافحة ذباب الفاكهة اللي هي ذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ. طيب المشروع ده يعني ما هو المفروض يكون فعال بحيث ما يعمليش مشكلة في الموالح. حضرتك بتتكلم على الموالح وانها كان فعلا عندنا فيها مشكلة انه ما كانش فيه تصدير. المزارعين بصراحة في بعض المزارعين اتخربت بيوتهم بسبب الموالح، في بعضهم قلع الشجر تماما ودي كارثة. فالمشكلة فين؟ المشكلة انه هذه المنتجات غير مطابقة للمواصفات او مواصفات الدول المفروض اللي احنا هنصدر لها، ولا المشكلة في مكاتب التمثيل التجاري اللي مش شغالة وغير نشيطة. ما انا برضو عاوز احدد المسؤولية. اذا كانت هذه الحاصلات وبصفة خاصة الموالح غير مطابقة للمواصفات، في مشكلة في ذباب الفاكهة، يبقى احنا عندنا مشكلة في المشروع، يبقى المشروع مش قايم بدوره. انا بتكلم بمنتهى الشفافية. لكن إذا كان المشروع قايم بدوره تبقى المشكلة فين؟ والله يا فندم، هو المشكلة الشقين بتوعها سواء كان مكاتب التمثيل التجاري أو هنا عندنا في مشروع مكافحة ذبابة الفاكهة، المكون بتاع المشروع محتاج دعم. محتاج دعم مالي علشان يقوم بدوره المنوط به إن هو يراقب مستويات الإصابة بذبابة الفاكهة. ده مشروع قومي المفروض يكون له دعم. على حسب معلوماتي انه الدعم للمشروع ده متوقف من فتره، وبالتالي هو المشروع قائم على المزارع اللي هي بتعتمد للتصدير للخارج وبتحتاج شهادات من عندنا ان احنا تكون المنتجات بتاعتنا خاليه من ذبابه الفاكهه. فالمشروع بناء من النشاط دوت بيبتدي يبقى يلاقي دعم المالي له ان هو يستمر. بالنسبه لا بس هو مش المزارع فقط اللي هي بتصدر. تمام. انا كل مزارع الفاكهه على مستوى الجمهوريه المشروع شغال فيها. تمام. دي حدود معلوماتي يعني. الامكانيات الماديه طبعا دي ده شيء اساسي جدا عشان المشروع طبعاً يستمر طبعاً. محتاج دعم متواصل كناحيه ماليه، كمراقبه، متابعه، وضع مصائد في الاماكن اللي فيها الاصابه، مصائد وبلوكات ومهندسين وناس بتمر وموتوسيكلات ومعدات وعربيات. تمام. حاجات كتيره جدا. تمام. طب المصدرين يا فندم هم المصدرين المفروض يدعموا لان ده من مصلحتهم يعني. المصدرين في الحقيقه هم بالنسبه مثلا للتجربه بتاع تجربه التبريد مع الجانب الياباني هم تكفلوا ان هم هيتحملوا التجربه وتكاليف التجربه والبرادات الثلاجات اللي هيتم. التجربه دي ناجحه على فكره واتعملت قبل كده. التجربه ممتازه جدا. واحنا بس الجانب الياباني دقيق جدا في المتطلبات بتاعته بدرجه يعني دقيقه جدا، فبالتالي ده طبعا بتشكل يعني احنا طبعا في سوق لتصدير الموالح لينا. يعني برضو جدير بالذكر الجانب السوداني، دوله السودان الشقيقه بتستورد مننا موالح السنه دي، موالح بكميات كبيره. كان في مشكله في تصدير الموالح لدوله السودان نتيجه لاصابتها بالذبابه، ورجعت حاويات كتيره قوي لينا في بداية الموسم نتيجة لإصابتها بذبابة الفاكهة. طبعا طب ما دي كارثة، دي كارثة فراشرة للأسف وسمعة سيئة للمنتجات المصرية. احنا كارثة. تفاعلنا بسرعة يعني. تفاعلنا بسرعة مع المشكلة. كان في زيارة مع الجانب السوداني، وحفاظا على سمعة المنتج بتاعنا تم أخذ إجراءات صارمة
على المنتجات المعدة للتصدير من قبل مفتشين الحجر الزراعي. أيوة، ما أنا كنت لسه أقول لحضرتك. تمام يا فندم. من المسؤول عن هذه المشكلة؟ تمام يا فندم. لو أن ما صدر حاصلات مصابة ببعض الآفات تمام. وترجع لي مرة تانية دي كارثة. تمام. من المسؤول؟ الحجر؟ تمام. ولا اللي صدر ولا المشروع ولا إيه بالظبط؟ لا هو المشروع طبعا يعني بعيد شوية عن المسؤولية إن هو يكون مسؤول عن الموضوع، ولكن طبعا المسؤولية يعني بتقع، وبنعترف ان في كان حصل تقصير وتم معالجة الموقف وتم رفع كفاءة المفتشين القائمين بعمليات الفحص على ذوبة الفاكهة والأطوار بتاعتها. تم عمل زيارة للجانب السوداني من خلال، لان التصدير بتاعنا بيكون من خلال منفذ قسطة الأشكيد. وتفضل الدكتور سعد موسى والبشمهندس خالد عبد الراضي رئيس القطاع بعمل زياره للمنفذ، وتم عقد اجتماع مع الجانب السوداني، وتم وضع اليه لتصدير الموالح لدوله السودان. ومن بعد الاجتماع دوت ما فيش ولا حاويه رساله موالح رجعت من دولة السودان. طب موظفي الحجر او مفتشي الحجر اللي تسببوا في هذه الكارثة عملتوا ايه معاهم؟ ده حضرتك طبعا اللي ثبت انه تم تقصيره، تم تغيير إدارة خدمة المصدرين، الإدارة تم تغييرها، تشكيل إدارة جديدة. أيضا كل من ثبت إن هو قصر في عمليات الفحص أو ما حضرش عمليات الفحص تم محاسبته، تم الدفع بشباب جديد في منظومة الحجر الزراعي برضو، لأن نقص الأعداد مفتشين الحجر الزراعي كانت طبعا من ضمن المشاكل اللي هي قابلتنا، ان مفيش اعداد كافيه من مفتش الحجر الزراعي ان هو يقدر يغطي كل حجم الصادر بتاعنا، وخصوصا ان احنا الموسم بيبقى فاتح فيه كذا منتج للتصدير. فبالتالي يعني هي المشكله متشعبه الحقيقه، ولكن تم التعامل مع الموضوع. كل الشحنات اللي طلعت، هل هذا الشباب مدرب تدريب كافي بحيث يبقى عارف ازاي يكتشف الاصابه؟ حضرتك تم الدفع تقريبا بحوالي 35 واحد من شباب الخريجين جايين عن طريق الإدارة المركزية، الجهاز المركزي التنظيم والإدارة، وجاري إعداد دورات تدريبية ليهم لتأهيلهم للقيام بعمليات التفتيش والفحص الخاصة بالحجر الزراعي. وطبعا احنا ده من ضمن المهام بتاعتنا في استراتيجية تطوير الإدارة المركزية للحجر الزراعي وتطوير الحجر الزراعي، الاهتمام بالعنصر البشري والقوة البشرية اللي شغالة ده كلام رائع، تأهيلها وتدريبها بحيث ان هي هتبقى على درجة كفاءة عالية تقابل نظيرها في الحجر الزراعي المقابل في الدول الأخرى. تمام. اللي هي بتستورد المنتج بتاعها. طيب يعني مش هنلاقي المشكلة دي تحصل تاني ان شاء الله يا فندم؟ احنا للسودان او لغير السودان؟ هقول حضرتك احنا بنحط دلوقتي برنامج وخطة صارمة ورصينة للحفاظ على سمعة المنتج بتاعنا. لن نسمح بأي شكل من الأشكال بأي تقصير أو تهاون في عمليات الفحص للمنتج بتاعنا المصدر للخارج. الاشتراطات الدول معلنة وواضحة لنا وإحنا بنطبقها بحذافيرها. أي تلاعب خارجي بقى ولف على أو تحايل على الإجراءات بتاعتنا ده سوف يقابل بصرامة وبشدة، بكل حزم وبكل قوة، لأن المنتج بتاعنا يمثل سمعة البلد واسم البلد طبعا. وإحنا يعني دورنا إن إحنا نحافظ على سمعة المنتج بتاعنا بره. ده 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 المنتج بتاعنا هو سفرنا في فتح أسواق خارجية كتير. تمام. فده من أولى. نرجع مرة تانية للمكاتب التمثيل التجاري الموجودة في السفارات المختلفة في جميع دول العالم. أنا عاوز أعرف المكاتب دي دورها إيه، ووجه الاتصال بينكم وبين هذه المكاتب. تمام. لأنه بأمانة يا دكتور أشرف إحنا عندنا مشكلة في الإنتاج الزراعي، عندنا مشكلة. إحنا كوزارة زراعة مهمتنا ننتج. تمام. طب إحنا بنزرع وبننتج وبنعمل اللي علينا، لكن للأسف الإنتاج ما بيتصرفش. تمام. لا في تصدير، حتى التسويق المحلي برضو بقى في مشكلة، واخد بال حضرتك؟ يعني في عندنا أزمة في تسويق الحاصلات الزراعية وتصديرها للخارج، وده الحقيقة بيعمل مشكلة كبيرة عند الفلاح، وبالذات الفلاح. تمام. البسيط. تمام. لما بيزرع بيبقى مش عارف يودي محصوله فين. دي كارثة، دي كارثة. الممثلين التجاريين الموجودين في الدول دي في جميع دول العالم دورهم ايه؟ دورهم ايه؟ وبالذات في احنا عندنا
كمان حاجة مهمة جدا، احنا مقبلين يا دكتور أشرف وحضرتك عارف على استصلاح 1.5 مليون فدان. تمام. 1.5 مليون فدان هيتم استصلاحهم، ده معناها ايه؟ انتاج زراعي. تمام. اكتر، واحنا عندنا مشكلة في الانتاج الزراعي الحالي. طب الانتاج الزراعي اللي هيجي من 1.5 مليون فدان ده هيروح فين اذا كان عندنا مشكلة في التصدير؟ اعتقد هي معادلة صعبة. تمام. انا مانيش عارف تتحل ازاي، المنظومة تتعمل ازاي، علشان احنا يهمنا في المقام الاول المزارع البسيط اللي عنده فدان واتنين وعنده نص فدان وبيزرع وبيجتهد وبعد كده يلاقي محصوله يبقى مش عارف يوديه فين. عندنا مشكلة دكتور أشرف في البطاطس، كان عندنا مشكلة في الموالح، كان عندنا مشكلة في البصل، عندنا مشكلة في العنب، صح ولا لا؟ كلام مظبوط. قول لي الحل، نعمل ايه؟ والله حضرتك يعني من وجهة نظري هو المشكلة دي يعني يتداخل فيها أطراف كتيرة. يعني أولا احنا محتاجين مكاتب التمثيل التجاري بتاعتنا برة يتم تحفيزها وتنشيطها بصورة بدرجة أكبر، إن هم يركزوا معانا شوية على المنتجات الزراعية. يعني إيه المقصود بتحفيزها يا فندم؟ يعني حضرتك، هي الناس دي مش بتاخد مرتبات ومرتبات طبعا عالية، وأعتقد بالدولار كمان أو بالعملة بتاعت الدولة اللي هم لا حسد يعني. يعني ايه تحفيزها؟ يعني اعمل لهم ايه؟ يعني الدوله تعمل لهم ايه؟ حضرتك طبعا المكاتب التمثيل التجاري بتبقى تابعه لسفاراتنا تبع لوزاره التجاره والصناعه. تمام. هي المسؤوله عن الحركه التجاريه ما بين مصر وما بين الدول الخارجيه. فطبعا في دول بتبقى يعني هنقول معظم انتاجها او معظم صادر يعني متركزه في الانتاج الصناعي او 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 تجارة الكترونيات او يعني فبالتالي معظم احتياجاتها بتبقى من المنتجات الزراعية، ما بتبقاش متوفرة عندها، فبالتالي بتلجأ الى عمليات الاستيراد من الخارج. فمحتاجين انه ممثلينا بره، ممثلين التجارين بتوعنا في السفارات بتاعتنا بره، ان هم يركزوا شوية معانا على المنتجات بتاعتنا. احنا عندنا محاصيل عالية الجودة وفائقة الانتاج، محتاجين ليها نفتح لها اسواق. يعني من تعاملات الحجر الزراعي مع مكاتب التمثيل التجاري، اقدر اقول في مكاتب تمثيل تجاري نشطه بدون ذكر اسماء، نشيطه جدا معانا. لا طب ما نذكر يا فندم حضرتك، اقول مفيش مشكله، مفيش مشكله مثلا. يعني حضرتك مثلا مكتب التمثيل التجاري في الصين شغال كويس، بنحييه. مكتب التمثيل التجاري في جاكرتا شغال كويس، الهند برضو على سبيل المثال، روسيا برضو شغالين كويس معانا. يعني الدول بتاعت جنوب شرق اسيا مكاتب التمثيل التجاري فيها كناحيه منتجات زراعيه شغاله بدرجه عاليه جدا من النشاط معانا. ومن منبرنا دوت انا يعني بادعو مكاتب التمثيل التجاريه بتاعتنا في الدول الغير زراعيه او التي تعتمد على المنتجات الزراعيه على الانتاج الزراعي من الدول الخارجيه او مستورده، يعني تستورد من بره، ان هم يعملوا لينا دعايه ويحاولوا يسوقوا للمنتجات بتاعتنا، وما يبقاش الدور مقصور على العلاقات بين المصدرين والمستوردين. لا يا فندم، انا بعد اذن حضرتك المصدرين الكبار اللي عندهم مزارع كبيرة مش محتاجين الممثل التجاري في حاجة. تمام. خلينا نتكلم بصراحة، هم اللي ليهم علاقاتهم وهم اللي عارفين شغلهم وهم اللي بيظبطوا كل حاجة، ومش محتاجين مكتب التمثيل التجاري اعتقد كده يعني. لكن احنا محتاجين مكتب التمثيل ومحتاجين الممثل التجاري للمزارع البسيط. تمام. انا نفسي كده المزارع يبقى الاقبال على المحاصيل الزراعية عالي جدا، يبقى المزارع يعني مش عارف يعمل ايه لانه محصوله مطلوب وبسرعة لكل دول العالم. تمام. وبالتالي هيتشجع وهيزرع ومش هيعاني من اي مشكلة مادية، ولا هيقول شكرت الكيماوي بكذا ولا التقاوي بكذا ولا اي حاجة خالص. تمام. يعني ده مهم جدا. لانه تصدير معناه في دخل كويس للبلد. تمام. وللمزارع. تمام. يعني حاجة يبقى مش هيبقى في عندنا مشكلة. تمام. احنا محتاجين بس يعني يبقى في، طب ايه الدول بمنتهى الامانة، طبعا بنحيي مكاتب التمثيل التجاري للدول اللي حضرتك ذكرتها، طب ايه الدول اللي محتاجة شيء من التنشيط؟ هو حضرتك طبعا يعني احنا حجم التبادل التجاري بتاعنا مع دول اوروبا، لان هي دول جوار يعني، طبعا هم بيبقوا لهم اشتراطات خاصه في المنتجات بتاعتهم، والعلاقه ما بيننا وما بينهم كتبادل تجاري علاقه قديمه يعني. مش انما احنا بنتكلم يعني من وجهه نظري يعني على فتح اسواق جديده. اخبار افريقيا ايه يا دكتور؟
دي برضو نقطة مهمة حضرتك كنت هتكلم فيها. دلوقتي احنا في صدد فتح علاقات واتفاقات وبروتوكولات مع دول أفريقيا. كان في زيارة لمعالي الوزير من حوالي أسبوعين لدولة السودان، تم عقد فيها لقاء واتفاقيات مع وزير الزراعة السوداني، عقبها زيارة من أستاذ الدكتور سعد موسى للحجر الزراعي هناك لوضع آليات وبروتوكول للتعاون واتفاقية تفاهم ما بيننا وما بين الجانب السوداني من ناحية تصدير المنتجات بتاعتنا، لأن وفتح حدود ومنافذ جديدة في الحدود بتاعتنا مع الجانب السوداني، وفي منفذ جديد بيتفتح دلوقتي، منفذ أسيف، وفي منفذ راس حدربة. دوت طبعا احنا بنحاول ان احنا بالتنسيق مع الجهات الأمنية ان احنا نبعت مفتشين للحجر الزراعي بحيث ان هم يتواجدوا في هذه المنافذ. طبعا الجانب الأفريقي او الدول الأفريقية احنا بالنسبة لهم نعتبر دولة رائدة في مجال الانتاج الزراعي. وفي الحقيقة طبعا احنا لنا علاقات قوية جدا مع دول زي جنوب افريقيا مثلا، بنصدر لها موالح وبنصدر لها عنب. طبعا في الدول الافريقية طبعا تعتبر جنوب افريقيا يعتبر المركز. فطبعا كون ان جنوب افريقيا بتقبل مننا منتج زي الموالح او زي العنب، فده بيشجع الدول الافريقية التانية ان هي تبتدي تتعامل معانا او تبتدي تفتح حوار معانا ان هي تستقبل المنتجات بتاعتنا، ويبقى في نوع من التبادل التجاري. كان في قريب من حوالي شهر تقريبا كان في اجتماع للمجلس، مجلس الصحه النباتيه الاتحاد الافريقي، وده في الحقيقه كنا حاضرين فيهم وممثلين فيه كحجر زراعي. ومن خلال التعاون مع الاتحاد الافريقي في فتح اسواق جديده لنا كحجر زراعي، ايضا تم الاتفاق على ان قاعده البيانات الخاصه بالشهادات الزراعيه والمنتجات الخاصه ب المعلومات الخاصة بالصحة النباتية تبقى يتعمل لها سنتر هنا في مصر في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، هنستقبل المشروع دوت. وأيضا الاجتماع القادم للمجلس، مجلس الصحة النباتية الاتحاد الأفريقي إن شاء الله هيكون في مصر. ده طبعا ده من أولوياتنا إحنا أيضا كحجر زراعي، إن إحنا نفتح أسواق مع الدول الأفريقية. ان الدول الافريقيه اكاد اقول اجزم انه زي ما بنقول النمور الاسيويه، انا بقول الاسود الافريقيه. اكيد طبعا الدول الافريقيه قادمه وبقوه، وبتتطلب وبتتطلع الى الفتح اسواقها مع السوق المصري. هو احنا اللي بعدنا عن افريقيا خلال الفتره اللي فاتت دكتور اشرف، خلينا نكون منصفين. فطبعا لكن بدات العلاقات الحمد لله توجهنا يعني دلوقتي زي زمان اكيد. اتفضل. مع دوله السودان الشقيقه طبعا احنا في الفتره الجايه ان شاء الله هنفتح اسواق معاها. الجانب السوداني طبعا يعني طالب برضو مننا ان احنا نفتح السوق بتاعنا برضو قدام امام بعض المنتجات طبعاً بتاعه طبعاً. زي المانجا مثلا على سبيل المثال، من حقه. المانجا بتاعتهم بتطلع مبكره عن المانجا بتاعتنا، يعني هم المانجا بتاعتهم بتطلع في شهر ابريل ومايو مبكره عن المانجا بتاعتنا. فممكن ان احنا نستفيد من التبادل التجاري للمحصول بتاعهم في الفتره ديت لحين المحصول بتاعنا ما يطلع، ويبقى في نوع من الـ من الـ من فت من التبادل التجاري. بالاضافه طبعا ان احنا بناخد منهم القطن، بناخد منهم الموز. فطبعا يعني تنشيط التبادل التجاري مع دوله السودان الشقيق من اولوياتنا ايضا، ان احنا نفتح اسواقنا مع الجانب السوداني لقرب المسافه. يعني هو السودان وكل الدول الافريقيه. اكيد طبعا اكيد طبعا. ده احنا لو السوق الافريقي اتفتح ده يعني ده كفايه علينا يا دكتور اشرف، مش هنلاحق اكيد، مش هيبقى عندنا مشكله في الحاصلات الزراعيه. ان شاء الله. طيب ايه اخر البيانات بالنسبه للحاصلات التي تم تصديرها مثلا خلال الاشهر الماضيه؟ طبعا احنا بالنسبه لنا في منتجات بتعتبر اساسيه وبتلعب دور كبير قوي في كجزء ممثل كبير للصادرات الزراعيه بتاعتنا. طبعا في مقدمتهم يعني البطاطس والموالح والعنب بيجي بعد كده والفراوله. طبعا الحجم الصادر طبعا احنا بنرصده من خلال اداره البيانات بتاعتنا، إدارة مركزية للبيانات بتجمع كل الشحنات المتصدرة بالكميات والأحجام اللي صدرناها. بالنسبة للبطاطس على سبيل المثال، مقارنة بالموسم اللي فات تقريبا وصل الإنتاج الحجم الصادر بتاعنا حوالي تقريبا 630 ألف طن
من البطاطس مصدرة إلى معظم الدول. كان السنة اللي قبلها كام؟ السنة اللي قبلها كان تقريبا مقاربة للرقم، لنفس الرقم تقريبا يعني. ما فيش زيادة، حاجات بسيطة جدا يعني في البطاطس. الزيادة الملحوظة كانت في الموالح نوعا ما. طبعا ده بيجي نتيجة لفتح أسواق طبعا. كل ما كان في زياده في الموالح بالرغم المشاكل اللي كانت موجوده، في زياده. وبعد ما ان شاء الله ما الجانب الياباني يفتح معانا السوق بتاعه للموالح، هيبقى في زياده في تصدير الموالح بتاعتنا ان شاء الله في الاعوام اللي جايه. ودي من ضمن الخطه بتاعتنا اللي احنا حاطينها في كحجر زراعي، ان احنا نفتح اسواق، وده طبعا هيساعد المنتجات بتاعتنا ان يبقى ليها سوق بره ان شاء الله. طب بالنسبه لروسيا يا دكتور اشرف، ايه الاخبار يعني الجانب الروسي؟ لان الرئيس دلوقتي هناك يعني. تمام. الجانب الروسي طبعا البطاطس تعتبر من 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 الـ من الـ من الحصر رقم واحد، نمره واحد من البطاطس بتاعتنا كناحيه التصدير، لان السوق الروسي بيستوعب كميات ضخمه من البطاطس. بس ده بيلقي على عاتقنا احنا كحجر زراعي، ان احنا برضو بنقول ان احنا مطابقة الاشتراطات الحجرية للدول اللي هي بتتلقى المنتجات بتاعتنا. فطبعا عشان توفر منتج ينطبق عليه الاشتراطات الخاصة بالدول، طبعا بيبقى له مسؤوليات كبيرة علينا. ولكن طيب بعد إذنك نستكمل هذه النقطة. معنا السيد جبر من رشيد. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حامد، ازي حضرتك؟ اتفضل. الحمد لله. كنت عايز اتكلم مع حضرتك والله في نقطه غير موضوع التصدير، اللي هو موضوع الاستيراد. ممكن ولا موضوع الاستيراد؟ الاستيراد الوارد، استيراد اللحوم. استيراد اللحوم، في طبعا عامل ضجه اليومين دول موضوع المقاطعه كده. كنت عايز اقترح اقتراح بس صغير كده. طيب سريعا عشان ده مش موضوع الحلقه. سريعا ماشي. كنت عايز اقترح اقتراح صغير كده، بدل الدوله ما تستورد لحوم، تستورد عبور صغيره 200 كيلو وتوزعها على الفلاحين، يبقى كده دعم للفلاح، وفي نفس الوقت هندفع من الثروه الحيوانيه للبلد. انت خد بال حضرتك؟ يعني مثلا لما الدوله تستورد مثلا 3 مليون مثلا عج 200 كيلو وتوزعها على الفلاحين، كل فلاح مثلا على الفدان مثلا عجلين او ثلاثه بسعره برضه بره، لان هو طبعا بره ارخص من هنا النص بالظبط. انت خد بال حضرتك؟ هيبقى دعم للفلاح في نفس الوقت، وفي نفس الوقت هيرفع الثروه الحيوانيه في البلد. تمام. هو كلامك مظبوط يا اخ سيد. يعني لما يكون معانا احد المسؤولين عن الانتاج الحيواني نعرض عليه هذا المقترح، لكن انا بقول لحضرتك قبل ما ننفذ هذا المقترح نمنع ذبح البتلو داخل مصر. اعتقد ده اهم. البتلو والاناث. احنا لو عملنا كده ان شاء الله بعد سنه بعد اثنين بعد ثلاثه يحصل تنميه للثروه الحيوانيه في مصر. ما هو هي دي الكارثه عندنا في البلد، ذبح البتل والاناث. طيب عموما احنا هنوصل مقترحك للمسؤولين، وبنشكرك جدا اخ سيد. اتفضل دكتور رشوة. بالنسبه للجانب الروسي طبعا احنا عشان نوفي المتطلبات الجانب الروسي من البطاطس، طبعا ده بيلقي على الحجر الزراعي مسؤوليه كبيره، ان احنا مطابقه المنتج بتاعنا او البطاطس بتاعتنا لاشتراطات الجانب الروسي، وبصفه خاصه خلوها من الامراض الحجريه زي مرض العفن البني. طبعا في اللي هي المناطق اللي هي البيست فري اريا. تمام. دي طبعا تمام. هو تحت سيطره مشروع العفن البني. تمام. فطبعا هو احنا عايزين نفتح برضو، يعني ما يبقاش الجزء البطاطس بس، برضو ده دور الممثلين التجاريين بره، ان هم يفتحوا نفتح المنتجات الثانيه للتصدير للجانب الروسي، مش البطاطس بس، موالح والفراوله، وبرضو هم بياخدوا معاهم. الهدر اللي بيحصل في محاصيلنا الزراعيه دكتور اشرف الحقيقه هدر كبير جدا وشيء محزن للغايه. انا حاسس والله بالفلاح اللي بيزرع وبينتج وبعد كده بيبقى مش عارف يودي محصوله فين. دي كارثه. ولازم الوزارات المعنية، دي مش مسؤولية وزارة الزراعة، دي مسؤولية وزارة التجارة ومسؤولية وزارة التموين. الوزارات المعنية تتحرك، لأن الفلاح مسؤوليتنا، الفلاح مسؤولية وزارة الزراعة، إحنا اللي بندافع عن الفلاح. لازم الوزارات المعنية تتحرك، مكاتب التمثيل التجاري في كل الدول تتحرك. دوت اللي إحنا محتاجينه، لأن إحنا الحقيقة في المرحلة اللي جاية محتاجين زيادة في الصادرات. وطبعا ده
هيعود على الاقتصاد القومي أكيد. وهيبقى فيه عندنا تنشيط أكيد. وهيبقى فيه الفلاح ما عندوش اي مشاكل، هو دوت اللي احنا محتاجينه. دكتور اشرف، للاسف شديد وقت الفقره انتهى سريعا مع حضرتك، لكن ان شاء الله يكون في وعد بلقاء اخر، لان احنا كان في الحقيقه يعني اسئله كتير ومحتاجين كنا يعني نطرحها على حضرتك، ومحاور كتيره متعلقه بالحجر الزراعي، لانه الحقيقه اداره مركزيه مهمه جدا في وزاره الزراعه. في نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، لا يسعني الا ان اتقدم بجزيل الشكر للاستاذ الدكتور اشرف سامي نائب رئيس الاداره المركزيه للحجر الزراعي. بشكر حضرتك جدا دكتور اشرف. شكرا. والشكر ايضا لكم اعزائي المشاهدين على كرم المتابعه، والشكر لكل فريق العمل في هذا البرنامج. انتظروني بمشيئه الله في حلقه السبت، والى ان القاكم لكم مني حامد عبد الدايم اطيب المنى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.